إضراب عام في مدينة رهط في النقب احتجاجا على سياسة الهدم الإسرائيلية. تهم متبادلة بين غانتس ونتنياهو في ظل احتدام المنافسة الانتخابية. وانطلاق مهرجان حيفا للأفلام في دورته الرابعة بمشاركة حاشدة. في أعقاب جلسة بلدية طارئة وبدعم من لجنة المتابعة العليا، عم الإضراب العام مدينة رهط في النقب احتجاجاً على عمليات الهدم التي طالت 6 منازل وأبقت العشرات في العراء. طبعاً يضربنا اليوم لحتى نأكد موقفنا كشعب واحد، كمجتمع واحد، وتضامن مع عائلة العتايقة. اللي اليوم بيصير مع عائلة العتايقة ممكن يصير مع أي عائلة موجودة في النقب وفلسطين عامة. بشكل عام بيصير في قرية العراقيب أو إما بيصير في أي منطقة ثانية في النقب، وأحنا يعني راح نتضامن مع كل أسرة بيصير فيها هدم بيوت بشكل عام في رهط أو في الليقية أو بشكل عام في كل النقب. المتابعة أكدت أن أذرع السلطة صعدت في الأيام الأخيرة جرائم تدمير البيوت العربية، وشددت على ضرورة التصدي وتوسيع نشاطات التضامن مع أصحاب البيوت. اليوم تضامننا مع أخوان عائلة عتايقة بالنسبة لهدم البيوت، لنثبت للجميع نحن يد واحدة، ويجب توقيف هذه السياسة، سياسة هدم البيوت، لأن هذه السياسة مخربة لجميع مواطنين البدو والعرب من الجنوب حتى الشمال، ويجب إيقاف هذه السياسة. احنا بعثنا رسالة واضحة لسلطة البدو، وهذا وكان في قرار مهم جدا، بما ان البيوت اللي انهدت في اطار رهط اعادة البناء وبعطاهم رخص مؤقتة، فهذا قرار بلدية رهط واقفة من وراء ورايح تحترمه ورايح ننفذ ان شاء الله. الحراك الجماهيري لأهالي مدينة رهط والنقب عامة يمنح الأمل لأوسع وحدة وطنية ونضالية في التصدي لجرائم هدم البيوت، خصوصا على وقع المعركة الانتخابية التي يديرها نتنياهو بنفسه ويسعى لتعزيز حظوظه فيها بالتحريض على العرب واستهدافهم. تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف كحول لافان بيني غانتس التهم في خضم الحملة الانتخابية التي وصلت إلى أوجها مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست. واعتبر نتنياهو أن غانتس وشريكه في التحالف رئيس حزب يش عتيد يائير لابيد يحاولان بعث الروح في قضية ميتة، في إشارة إلى قضية فساد صفقة الغواصات. من جانبه اعتبر غانتس أن التطورات الأخيرة في قضية صفقة الغواصات بمثابة كتلة فساد تتعاظم مع مرور الوقت، معربا عن قلقه حيال تورط العديد من الأشخاص المقربة من مركز اتخاذ القرار في الحكومة الإسرائيلية. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام الفلسطيني نبيل بوردينا خلال مؤتمر صحفي مشترك في مدينة رام الله إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس معا في قطاع غزة. وأكد بوردينا أن ما يحدث في قطاع غزة لن يغير المشهد الوطني الفلسطيني ولن يسقط المشروع الفلسطيني حتى الوصول إلى الحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية هي شيء مقدس، وداعيا حركة حماس إلى إنهاء الانقسام. بدوري أشار المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني الوزير أحمد عساف إلى استهداف وتضييق الاحتلال الإسرائيلي على الإعلام الفلسطيني الوطني من جهة، واعتداءات حركة حماس وسيطرتها على المؤسسات الإعلامية في غزة من جهة أخرى. رغم كل المعيقات السياسية والاقتصادية ومحاولات التهميش للثقافة الفلسطينية، انطلق مهرجان حيفا المستقل للأفلام في دورته الرابعة
بأمسية احتفالية حضرها المئات من المتعطشين للسينما، وبعرض أول لفيلم مفك للمخرج الفلسطيني بسام جرباوي. من التحديات اللي كانت في البداية طبعاً إنه كمان توصلنا أفلام العالم العربي، اليوم في أفلام عم توصلنا لحالها، يعني في عملياً تقديم مئات الأفلام من العالم العربي لمهرجان حيفا المستقل للأفلام، وهذا بحد ذاته عملياً بدل المهرجان له اسم، هذا مهرجان عنده مقولة سياسية وثقافية واضحة، هدفه يقدم أفلام عربية للجمهور في حيفا، وكمان يبني جسر مع العالم العربي ويعيد شكل المدينة الفلسطينية. تستمر فعاليات المهرجان لستة أيام متتالية، يعرض من خلالها قرابة 60 فيلماً تتوزع على مسارح ومقاهي حيفا، كما يتخلل المهرجان أيضاً عدة ورشات تختص بصناعة الأفلام، ويعمل على تنظيم هذا الحدث الضخم عشرات النشطاء باذلين مجهودات جبارة بالتطوع بهدف إنجاح المهرجان. في عندنا ورشة عمل مع الأرشيف بحضور المخرجة أنمري جاسر والمخرجة هند شوفاني ومونيكا مورر، اللي عمليا من المخرجات اللي اشتغلوا مع سينما الثورة الفلسطينية في السبعينات والثمانينات في لبنان. في عندنا ورشة عمليا مع المخرجة جمانة مناع بالتعاون مع دار جاسر، اللي هي مخرجة وثائقية معروفة عالميا وفيها تطرق لكيفية سرد الفيلم الوثائقي بطريقة مختلفة. ويعتبر القائمون على مهرجان حيفا المستقل للأفلام بأنه إنجاز يرقى إلى أسمى درجات الفن والإبداع، يتميز بالاستقلالية والحرية التامة، محطما كافة القيود والحدود الجغرافية والمادية التي تفرض على فلسطيني الداخل، واضعا فلسطين وحيفا على خارطة الثقافة العالمية. في تجربة هي الأولى من نوعها، أجرت مؤسسة فيصل الحسيني مسابقة الأبحاث العلمية تحت إطار برنامج التطوير الشامل في 15 مدرسة في القدس، والذي يموله الاتحاد الأوروبي فضلاً عن مساهمة بنك فلسطين. نحن عم ننفذ واحد من مشاريع التطوير الشامل، هو برنامج متكامل في عدة قضايا، واحد من هذه القضايا هو البحث العلمي، واليوم عم ننفذ تحديداً بالبحث العلمي بالعلوم الطبيعية. عندنا مجموعة من المدارس اللي تم تدريبها خلال العامين الفائتين، واليوم نحن عم نشوف النتاج تبع شغلنا الحقيقة اللي له علاقة بالأبحاث العلمية اللي عم بيطوروها الطلاب. أثنى المشاركون على مؤسسة فيصل الحسيني التي تدعم المدارس وتصقل مواهب الطلاب وقدراتهم، وشددوا على ضرورة مثل هذه المبادرات التي تحفز الطلاب وتنهض بمهاراتهم المعرفية. مؤسسة فيصل الحسيني بتدعم البحث العلمي، ومشاركتي فيها كانت مشاركة كتير متميزة، أنا وطالباتي غيرت من تفكيرنا، طريقة التفكير التقليدية، تبنينا أبحاث، طريقة تفكير بحثي، بدل ما إحنا نأخذ الحقائق كأنها حقائق مطلقة، إحنا بنأخذ الحقائق وبنحاول إن إحنا نثبت حقيقتها. لقد أتينا اليوم لإجراء البحث العلمي في تجربة المغناطيس الكهربائي، حفاظاً على الهوية الوطنية في القدس ودعماً لأشبالها الذين تعاني المؤسسات التي تحتضنهم من التضييقات المتلاحقة. تسعى المؤسسات الفلسطينية دون كلل أو ملل إلى كسر القيد ورفع الهمم بالتعليم والثقافة والمعرفة. قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن يوم الخميس إن البلاد ستحظر البنادق نصف الآلية والهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة في عقاب مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد. وأضافت أردرن أن نيوزيلندا ستحظر كل الأسلحة نصف الآلية من النوع الذي استخدم خلال الهجوم يوم 15 من مارس آذار، وقالت إنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 من أبريل نيسان وإقرار آلية لجمع الأسلحة المحظورة وتعويض أصحابها. وأضافت أن تكلفة استعادة الأسلحة المحظورة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي أو نحو 138 مليون دولار أمريكي. ويوجد في نيوزيلندا التي يقطنها أقل من 5 ملايين نسمة ما يقدر بين 1.2 و1.5 مليون سلاح ناري، منها حوالي 13,500 سلاح نصف آلي.
يأتي ذلك فيما تواصلت يوم الخميس مراسم دفن ضحايا الهجوم المسلح على المسجدين، حيث تجمع المئات من الرجال والنساء لحضور مراسم دفن في مقبرة ميموريال بارك في مدينة كرايست تشيرش، وجرت المراسم وسط حراسة أمنية مشددة. ووجهت السلطات يوم السبت تهمة القتل إلى الأسترالي برينتن تارنت المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، وأمرت السلطات بحبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يعود للمثول أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان، حيث رجحت الشرطة أن يواجه المزيد من الاتهامات. عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول يوم الخميس وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم تزامن مع الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد، وذلك حسب ما قال متحدثون حكوميون. وجاءت الهجمات في عيد نيروز، وهو مهرجان فارسي قديم للاحتفال ببداية فصل الربيع، يتم الاحتفال به على نطاق واسع في مناطق كثيرة من أفغانستان، لكنه واجه معارضة من بعض الإسلاميين المتشددين الذين يعتبرونه مخالفاً للشريعة. وعما تعرض له يحدثنا شاهد يدعى سيد سميم سادات. كان حادثاً مروعاً، كنا نجلس جميعاً في منازلنا وتهشم زجاج كل النوافذ في وجهنا، ولحسن الحظ لم نصب بأذن ونجونا. ووردت تقارير متضاربة حول سبب الانفجارات التي وقعت بالقرب من مزار كارتيساخي في منطقة تسكنها أغلبية شيعية في غرب كابول. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم إطلاق قذائف مورتر. وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر إن 3 صواريخ أطلقت على منازل وتجمعات للاحتفال بعيد نيروز. وأضافت وزارة الدفاع أن الشرطة ألقت القبض على المهاجم وقامت بتأمين المنطقة. إضراب عام في مدينة رهط في النقب احتجاجاً على سياسة الهدم الإسرائيلية. تهم متبادلة بين غانتس ونتنياهو في ظل احتدام المنافسة الانتخابية. وانطلاق مهرجان حيفا للأفلام في دورته الرابعة بمشاركة حاشدة.